من ملاعب عالمية بدولة قطر راح يستضيفوا مباريات كأس العالم لكرة القدم من 20/11/2022 حتى 18/12/2022. استاد البيت، استاد لوسيل، استاد المدينة التعليمية، استاد الجنوب، استاد الثمامة، استاد 974، استاد احمد بن علي، استاد خليفة الدولي. 7 منهم انبنوا خصيصا للمونديال، اما استاد خليفة الدولي تم تجديده ليراعي شروط الحدث الكبير. تابعونا بتغطية خاصة للمهرجان الكروي العالمي من البداية حتى النهاية.